يا اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا مباراه الاهلي والمريخ السوداني في اول المواجهات في دور المجموعات ان شاء الله بدوري ابطال افريقيا ما هياش مباراه سهله باي حال من الاحوال. طبعا الفريق السوداني عنده مدرب جديد قوي، هو المدرب التونسي نصر الدين النابي، وكمان زي ما قلنا لحضراتكم في مقدمه حلقه النهارده في بدايات الحلقه قلنا كمان ان الفريق ضم مجموعه من العناصر الجديده، صفقات جديده قويه الى حد كبير. هنحاول من خلال الفقره دي وهي اخر فقرات الحواريه في حلقه النهارده ان احنا نقرا المنافس من خلال وجودنا مع ضيفنا العزيز كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك، منورنا يا فندم. الله يخليك. صباح الخير يا كابتن، والله سعداء بوجود حضرتك فعلا. وخلينا نبدا كده، يعني مباراه زي ما الكل عارف عنها هي مش مباراه سهله، مباراه قويه. بنتكلم كمان يعني فريق المريخ هو مش، او الفريق السوداني هو مش فريق بسيط، هو في السودان كمان له قيمه. فلو عملنا مقارنه كده ما بين دلوقتي فريقنا فريق الاهلي وفريق الفريق السوداني، نقاط القوه ونقاط الضعف هنا وهنا. هو المريخ متصدر الدوري الحقيقه، اعتقد فاز في 5 مباريات وتعادل في 3. طبعا زي ما حضرتك قلت هو من الفرق القويه، هم بيمثلوا القمه المريخ والهلال زي الاهلي والزمالك عندنا. ولو رجعنا لفترات سابقه، يعني الحقيقه في فترات الثمانينات لما كنا دايما بنتقابل في البطولات الحقيقه كانت بتبقى مباريات صعبه جدا، برغم ان يعني الجيل الثمانينات بتاع النادي الاهلي كان جيل قوي جدا. طبعا. وجيل الثمانينات يمكن نادي القرن اعتقد هو كان ليه الدور الكبير في حصولنا على لقب نادي القرن. وكانت السكور بيطلع يعني، او يعني المباراه كانت بتبقى صعبه جدا. دايما في نديه. بالظبط بالظبط. وحتى الفرق السودانيه الحقيقه بتيجي امام الفرق المصريه بتأدي بشكل جدي، وبيبقى في نوع زي ديربي كده. بالظبط زي ديربي، حافظينك. السودانيين كتير في مصر جدا، ملايين موجوده هنا، يعني وادي النيل دايما. طبعا. عارفين عننا كل حاجه، متابعين، واحنا برضو عارفين عنهم كل حاجه ومتابعين. دايما الحاجات اللي هي فيها العلاقات دي ما بتتحول يعني لقاء رياضي بيبقى فيها منافسه، فيها منافسه كبيره جدا. طب دكتور محمود، يعني واحنا لما بنيجي نقيس مثلا، يعني عشان نحاول نستشف كده حجم قوه الفريق المنافس، مش بس بنتكلم على فريق المريخ، عموما اي منافس عاده ما بنلجا ان احنا نشوف نقارن بين فريقنا وبين الفريق المنافس في ضوء المسابقات المحليه، عدد مرات الفوز، البطولات اللي حصل عليها، موقفه في الدوري، النوع ده من الامور. هل المقارنات من الزاويه دي تنفع في الماتشات المهمه الافريقيه؟ يعني هل دي ممكن تكون مقياس للفروقات؟ انت بتعمل تحليل شامل، يعني في ارقام لازم برضك بتديك مؤشر كويس، يعني لازم تعرف النتائج، الفتره الحاليه اللي هتقابل فيها المنافس بتاعك، بتعمل تحليل فني، بتشاهده تسجيلات وبتاع، بتتفرج على العناصر المميزه اللي بتشوف نقاط القوه ونقاط الضعف. إذا كان زي حضرتك قلت في صفقات جديدة لازم تتابعها وتبقى بقدر الإمكان بتجمع مع معلومات عنها. بتشوف المنافسة طريقة لعبه إيه، رؤية المدرب، تفكير المدرب، لازم بيبقى في تحليل شامل. ودي أعتقد دي كانت موجودة، يمكن على أيامنا كان نكتفي بمشاهدة شريط فيديو بيجي لك. لا دلوقتي في متخصصين وفي دراسات وبتعمل تحليل علمي شامل لكل الفرق اللي أنت بتنافسها. فاعتقد دي بتساعد المدرب وبتساعد الفريق ان هو الرؤيه بتبقى واضحه قدامه وقدام اللعيبه بتاعته ومع المشاهده مع المتابعه. اعتقد بيبقى صوره كامله، بتبقى عندك صوره كامله للمنافسه، وبناء عليه اذا كان انت جهاز فني بتحط الجهاز، بتحط بقى التشكيل اللي بيناسبك. الهدف من المباراه خارج ملعبك، داخل ملعبك، ايه الهدف من المباراه دي، وعلى هذا الاساس بتحط التشكيل بتاعك. طيب خليني اروح مع حضرتك كابتن محمود لنقطه. دلوقتي المريخ كفريق هو عنده او بيعاني هجوميا بعض الشيء، هو عمل يعني صفقات مؤخرا، جاب تقريبا 2 مهاجمين و2 مدافعين وخط وسط. هل بتعتقد ان هو يعني هيلعب بيهم في المباراه غدا باذن الله ضد الاهلي، ولا الوضع هيبقى ازاي؟ هو لو الاختيار سليم وجاي بعد دراسه اكيد هيبقى محتاج. انا التدعيم على طول. طبيعي التدعيم، انا هي التدعيم لازم ادعم الفريق بلاعبين يجي يلعبوا بشكل اساسي، ولكن في بعض الاحيان ممكن انا ادعم، انا عنده عنصر اساسي بس لاعب واحد في مركز مميز وببقى عارف مسبقا ان ده جاي يقعد يبقى بديل ليه. انما اعتقد
في الموقف المريخ وهيقابل نادي كبير النادي الاهلي ممكن. اعتقد هو بيدعم ناس عشان تيجي تلعب، انما مش هيكون بديل يعني. طب ما تيجي يا دكتور محمود بعد اذنك، ما تيجي نقف عند المستجدات عند فريق المريخ، الصفقات الاخيره. احنا عرفنا ان في اربع لعيبه جداد، اثنين منهم يعني ثنائي نيجيري لو انا مش غلطان، وفي مهاجم من جامايكا، وفي لاعب تاني من خط الوسط. يعني استعانوا بمدارس كرويه مختلفه افريقيه صريحه، وبرده ايه الحته بتاعه جامايكا والجزء ده من دول العالم بنوع كره القدم بتاعتها. الى اي درجه ممكن المستجدات دي او الصفقات دي تاثر على مباراه بكره ان شاء الله؟ الى اي مدى ممكن يمدوا فريق المريخ بقوه ضاربه اضافيه؟ هو حسن الاختيار، هم اختاروا فعلا لاعبين هم في احتياج ليهم وعلى مستوى عالي، وثغرات موجوده في الفريق اكيد هم فكروا وهم عملوا كده. بس يعني مش انا يعني، بس في النهايه اعتقد النادي الاهلي بامكانياته، اعتقد امكانيات لاعبيه وامكانيات الجهاز الفني وبتاريخه وباسمه، اعتقد برضو ممكن يعني يرفعوا من مستوى المريخ الى حد ما، بس ما اعتقدش هيبقى في تفوق يعني كمقارنه بين النادي الاهلي. ايوه ايوه مفهوم. خصوصا حتى خلينا نقول برضو الامكانيات الماديه في المريخ، ما يعني انت لما بتيجي العوامل الماديه بيبقى ليها دور كبير طبعا. النهارده اللعيب الكبير واللعيب المميز بيبقى ليه سعر معين طبعا. يعني السوق مفتوح وانت حسب امكانياتك الماديه بتقدر تستعين بلاعبين جدد. هي في النهايه برضو العنصر المادي مهم جدا اكيد. طب انا هرجع بحضرتك للنقطه اللي كنت بتكلم فيها، فكره هنا ان هجوميا هم مش افضل شيء، يعني في فرق بيكون عندها مثلا الدفاع اقوى من الهجوم، في والعكس صحيح، هم يمكن الهجوم عندهم مش افضل شيء. فكان سؤالي احنا دلوقتي برضو لو هنتكلم عن فريقنا الاهلي، احنا عندنا بعض الاصابات وربما هيكون في بعض الغيابات، وده طبعا لسبب ان ما بقاش في يعني في بطولات ورا بعض سريعه، ماتشات ورا بعض بشكل برضو مكثف، يمكن مش ده الوضع الطبيعي، فده ادى الى بعض الاصابات او هيكون في غيابات من فريقنا، ويمكن قلنا الخبر ده معانا في الانترو. هل ده ممكن يؤثر مع على اللعب، ولا هيبقى لا الوضع واحد؟ لان زي ما انا اتكلمت برضه هو المريخ مش افضل شيء هجوميا، فتصور حضرتك. هو لو بصينا اعتقد الغيابات في الاصابات في طاهر محمد طاهر وعلي معلول، صلاح محسن، وفي حسين الشحات موقوف برضه تقريبا، ايمن اشرف برضو كان في ايمن اشرف إصابة. بس مش مؤكد اصابته يعني، اعتقد هو عمل وجود كتير جدا قوي جدا في الدوره الحقيقه، اوجد بشكل كبير. بس هي الاصابات في اعتقد مع الفرق الكبيره فرق البطولات اعتقد المستويات بتبقى متقاربه بين العناصر. يعني احنا حتى لما نيجي نحط تشكيل للنادي الاهلي خط الهجوم مثلا على سبيل المثال، تحتار مين الاساس يعني. ودي دي اعتقد دي ميزه طبعا في النادي الاهلي، المستويات متقاربه، بتلعب بتشارك في بطولات كتير، حته تدوير اللاعبين دي متواجده بشكل كبير، كله بيلعب كله بيشارك كله جاهز، في تنافس، كله عايز طبعا يبقى ليه دور في الفريق ويبقى يلعب بشكل اساسي، الطموح موجود والتنافس قريب من بعضه، فدي طبعا بتخلي كل المستويات مستوى عالي، وفي نفس الوقت المستويات قريبه من بعض، فما بتيجي في اي تغيير اي اصابه ما اعتقدش بتاثر على النادي الاهلي. طب فكره ان النادي الاهلي هيلعب وهو لسه راجع بميداليات برونزيه في كاس العالم للانديه، انعكاسات هذا الامر على اداء النادي الاهلي امام المريخ في مباراه الغد ان شاء الله، وانعكاسات نفس النقطه دي او نفس التفصيله دي على فريق المريخ ذات نفسه، فكره انه جاي عنده ماتش مع صاحب الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه، يعني تخض ولا تحفز؟ بالنسبه للنادي الاهلي هو طبيعي بعد البطولات اشتراك في بطولات ممكن وحققت انجاز ممكن يحصل مش عايز اقول استرخاء يعني كلمه صعبه شويه هدوء يعني هدوء يعني ثقه الى حد ما بالظبط، ضغوط نفسيه في فتره احنا لعبنا 3 ماتشات تقريبا في 7 ايام صحيح، ضغوط كبيره مع مستويات عاليه جدا، انت بتلعب بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه والفرقه المستضيفه فرقه الدحيل فرقه كبيره برضو عندهم عناصر ودعموا برضو وعملوا زي المريخ كده، بس طبعا مع الامكانيات الماديه كان تدعيم قوي جدا، وجابوا لعيبه خصيصا عشان يشتركوا معاهم في البطوله بالظبط على قد يعني مده البطوله بالظبط فيعني بس برضو يعني التمرس والاجواء اللي جوه النادي الاهلي والمسؤولين اللي جوه بدايه من رئيس النادي كابتن النادي سابق ونجم كبير سابق ومع اعضاء مجلس الاداره مع الجهاز الفني، اعتقد هم عندهم خبرات واللعيبه عندهم خبرات ان احنا خلاص بنبدا مرحله جديده واستعداد جديد، خلاص الحمد لله حققنا انجاز
برضه بنبدا بطوله مهمه للنادي الاهلي، والبطوله دي اللي خلتنا نلعب كاس العالم للانديه ونحقق انجاز. بطوله مهمه، ما عندنا رقم قياسي في البطولات، كل ده لازم نحافظ عليه. فاعتقد هم حاسين بالمسؤوليه، يعني انا لاعب سابق وعارف الاجواء دي بالظبط وحافظها. دايما كنا بنبدا بيبقى في اجتماعات مع الجهاز الفني مع اللعيبه الكبار، كان دايما مصطفى عبده والكابتن خطيب والكابتن ثابت الله يرحمه والكابتن اكرامي المجموعه الكبيره ديت، ويجتمعوا معانا بعد التمرين وقبل التمرين، يعني خلاص بقى يعني عشان نستعد بقى ذهنيا ونفسيا للبطوله الجديده، الماتش الجديد المهم. ف يعني انا بطمن يعني جمهور النادي الاهلي، اعتقد في استعداد قوي جدا للنادي الاهلي ان شاء الله. يعني الفترات السابقه ديت والبطوله السابقه ان شاء الله مش هتاثر عليها. طيب احنا طبعا لسه في محاور انا وكريم هنتكلم مع حضرتك كتير بشانها، يعني كابتن محمود، وطبعا هو كمان الخصم شايفنا ازاي، لان المهم كمان احنا نشوف التصريحات المختلفه للمدرب الفني بتاعهم شايفنا ازاي، وكان ليه كذا تصريح يعني مؤخرا. خلينا بس نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وحديثنا مستمر مع كابتن محمود صالح نجم الأهلي السابق. وكنت بسأل حضرتك ألو كريم قبل الفاصل، عشان برضو اللي لسه بيتابعنا دلوقتي، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، يعني هو يمكن تونسي ولسه جديد أو الصفقة لسه جديدة معاه، فنعرف أكتر برضو عن المدير الفني، ونعرف أكتر كمان هم بيتكلموا أو شايفين الأهلي زي من خلال التصريحات. يعني خليني برضو أقول لحضراتكم، هو كان ليه تصريح مؤخرا في مؤتمر صحفي، تحدث إن هو مش عايز يطمئن الجمهور يعني السوداني جد بشكل كبير، لأن الأهلي برضو نادي كبير وربما يكون هناك مفاجآت، ده اللي اتقال عن لسانه يعني. خلينا نعرف من حضرتك. لا هو طبعا بالتأكيد النادي الأهلي معروف على مستوى القارة ومستوى الوطن العربي، وكل المنافسين ليه عارفين كل حاجة عنه، إمكانيات لعبته، أداؤه، شكله، طريقة لعبه، العناصر المميزة عنه. يعني في النهاية كل حاجة معروفة، يعني أي منافس بيجي يقابل النادي الأهلي أكيد بيبقى على علم. الدول العربية بتتابع دايما، إحنا هنا قاعدين في مصر كل بنتابع الدوري الإنجليزي والفرق والدوري الأسباني، وعارفين حتى الشخص العادي، ما بالك اللي هو في المهنة نفسها ومحترف فيها، ويعني كل حاجة بتبقى معروفة إلى حد ما، بتمثل لنا صعوبة شوية. بس برضو أنت مش المعرفة إنك تعرفي مستوى المنافس وإمكانياته، دي مش ده الأساس اللي خليك تتفوق عليه. أكيد. أنت برضو ده هي في النهاية إمكانيات، ممكن تبقى عارف كل حاجة وفي نفس الوقت المنافس يتفوق عليا. طب نصر الدين النابي يعني المدير الفني ده التونسي اللي هم تعاقدوا معاه، حضرتك تسمع عنه؟ قياس، انما يعني مش بشكل لسه لا كبير، لا مش يعني متابع كويس، يعني مش عارف له شغل سابق يعني. لا 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 مش بالظبط. هو بالمناسبه حضرتك شايف الصوره بشكل عام عامله ازاي في مشوار النادي الاهلي الافريقي ورحلته للوصول الى البطوله العاشره، ابتداء من المجموعه اللي احنا فيها، يعني ابتداء سيمبا التنزاني ومريخ السوداني وفيتا كلاب، مظبوط؟ يعني ابتداء من النقطه دي انطلاقا بقى لبقيه التفاصيل، شايف فرصتنا وصل لفين؟ لا اكيد احنا المرشح الاول مفيش شك، يعني طموح مشروع يعني النادي الاهلي ان هو يتصدر المجموعه. بس انا مش بتكلم من زاويه الطموح، انا بتكلم بنظره واقعيه. لا الواقع في صالحك برضه، احنا يعني الاقوى واحنا الاقدر. اكيد 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 اكيد، يعني احنا بنتكلم كاننا محايدين مش منتمين للنادي، حتى لو هنتكلم بحياديه اعتقد نفس الراي هيكون موجود، يعني ما اعتقدش في اي مشاكل. وده يعني املنا في النادي الاهلي، وده طموح النادي الاهلي، وان شاء الله هنخش في التنافس، وممكن بشكل كبير يعني يكون لنا نصيب في الفوز بالبطوله ان شاء الله. لو قارنا كابتن محمود يعني الدوري الحالي اللي ما لعبناش لسه فيه كتير يعني بالدوري السابق، يمكن الدوري السابق كان دوري محسوم الى حد ما برضو يعني بشكل سريع او من البدايه، واحنا تالقنا بشكل كبير جدا الحمد لله، النادي الاهلي كان يعني متالق حقيقي، ويمكن بنقول نهايه كمان 2020 كانت وشها حلو على النادي الاهلي، وفرحنا كلنا والفريق فعلا فرح كل يعني الاهلاويه والمصريين. فلو هنتكلم عن الاهلي دلوقتي مع الدوري الحالي بقى، حضرتك بتقيم برضو الاداء لحد دلوقتي ايه، وبعدين نبقى نخش على افريقيا. هو يميز النادي الاهلي ان الطموح والهدف اللي عايزين يسعوا يعني لتحقيقه احنا كلنا ماشيين في اتجاه واحد، الاصرار على رقم واحد. دي برضو لا الأولى. والاتجاهنا كلنا يعني مجلس الاداره في الاتجاه ده، الجهاز الفني في الاتجاه ده، طموح اللاعبين كلهم في هذا في الاتجاه ده. يعني اعتقد دي دايما يعني قلت مثلا مثال كده، يعني
قد يكون في مباراه بايرن ميونخ من صعوبتها الاهداف مش موحده، يعني ممكن لاعب يعني يقول طب يعني ممكن نخسر بفرق هدف برضو هتبقى كويس، انما ما جينا على المركز الثالث والرابع الاداء اختلف تماما، يعني لان مجلس الاداره الثالث الجهاز الفني نفوز والبرونزيه في هدف محدد فساعد كتير قوي في تحقيق الاهداف، فدي ميزه عند النادي الاهلي متواجده على مدار التاريخ، جمهور نفسه نفس الهدف، احنا اي بطوله بنسعى ان احنا نفوز بيها ومجلس الاداره واللاعبين، يمكن اعتقد دي سمه بيتميز بها النادي الاهلي، واعتقد حتى لو في بتيجي فترات مش بقول دلوقتي في اجيالنا واجيال سابقه قد يكون المنافس على المستوى الفني ممكن يكون متفوق بعض الشيء، بس الهدف احنا كلنا هدف واحد يعني بنسعى ليه، فدي اعتقد دي يعني تخلي الاتجاه كل واحد اعتقد بتفرق كتير قوي. هي سمه موجوده عند المصريين من قديم الازل حتى في محاربه الاستعمار بالزبط. يعني فكره ان حتى لو المستعمر ده كبير قوي برضو بس يعني طبعًا. بنقدر دايما ننتصر عليه في نهايه خط برليف كفايه ايوه مثلا صحيح والله بالظبط. طب برضو عايز اسال حضرتك لو حضرتك كنت مكان مدرب المريخ السوداني وعايز تعمل قعده واثنين وثلاثه مع اللعيبه بتوعك عشان تفرجهم على تفاصيل اداء النادي الاهلي، هل هتفرجهم على فيديوهات من البطوله الاخيره كاس العالم للانديه ولا هتستعين بفيديوهات من الدوري المحلي المصري ولا الاثنين؟ لا هو حتى ما تيجي تعرض انت يعني عايز تاخد فكره كويسه او تنقل معلومات للعيبه بتوعك بالظبط لا بتاخد اخر حاجه اخر ثلاث تقريبا ماتشات طبعا طبعا هي دي اخر حاجه بتاخدها والمباريات القويه و بتشوف النادي الاهلي في افضل حالاته يعني بس هي في نقطه هنا قد يكون احيانا المدرب بيستشعر ان الفريق في رهبه متخوف من قوه الخصم المنافس يعني بتكلم على نادي المريخ ممكن ماتشات قويه قوي او نتائج قويه قوي او اداء قوي قوي للنادي الاهلي ممكن استبعده شويه بحيث انا عايز اضيف ثقه بعض الثقه للفريق بتاعي فممكن اشاهد مباريات النادي الاهلي بشكل عادي مخفف يعني بالظبط انا عايز ادي ثقه ان هو عارف حجم النادي الاهلي ومتوتر وبتاع انا الاستثاره دي بتاعت المباراه لازم انزل بيها شويه يعني مش هديله كمان ما الاهلي مكسر الدنيا ويبقى الرهبه والتوتر والقلق يزيد عنه لا انا اقول له لا ما هو النادي الاهلي اهو لعب ضده مثلا طلاع الجيش كان في الفاينل بتاع الكاس وكان بندي ليه واحنا نقدر نبقى ند ويفرجوا على برضه بعد المباراه هي لازم يدرس الموضوع اهو ده يرجعنا للنقطه بتاعت الحاله النفسيه اللي انت دايما بتهتم بيها هو عامل اساسي صح بالظبط وحتى بشكل فردي هو المدرب بيعمل كده انا في لعيب اساسي عندي وشايف ان هو متوتر تبعت شخصيته بحاول اقلل الاستثاره عنده واهديه وفي لعيب يبقى عنده بعض الشيء يعني اللامبالاه شويه بزود له الاستثاره عنده بحيث يبقى في توازن يعني انا في النهايه انا عايز اخش المباراه ديت سواء المنافس قوي او متوسط المستوى انما في حاله مثاليه كمستوى فني ده في الملعب والتدريب وكحاله مثاليه من الناحيه الذهنيه وكحاله مثاليه من الناحيه النفسيه لازم انا اوصل المجموعه كلها في الـ في الـ في الـ ومع الاختلاف في فروق فرديه طبعا بين اللعيبه وبعضها مش كل طبعًا. الشخصيات مختلفه طبعًا. فدايما بقعد مع ده بشكل فردي وده فردي واتكلم بحيث انا كل مباراه ليها اعداد نفسي وذهني محدد حسب قوه الخصم وقوه المنافس والهدف من البطوله وحاجات كتير يعني بس مهم جدا ودي نقطه مهمه جدا لان في النهايه انت في البطولات هتلاعب فرق تقريبا مستوى متقارب مستوى التفوق الناحيه الفنيه بتبقى معروفه والاداء الفني معروف والخططي واللياقه يعني اللياقه البدنيه واحده الكره دلوقتي ما فقدتش اسرار كل الفرق بتعد نفسها بشكل جيد هي النقطه ديت الاعداد البدني والنفسي مهم جدا ودي دور الجهاز الفني الحقيقه بتلعب دور مهم جدا طب لما الموضوع بقى بس اقول نقطه بس في مدربين بس كانوا متفوقين في النقطه دي يعني مثلا كابتن جوهر دي كان فيها ممتاز الله يرحمه بس كان بيعمل ده بنفسه بشخصه طبعا طب احنا ما ده برضو يرجعنا لنفس النقطه اللي كنت بقول ان هواند ان هي دايما بتهتم بيها فكره الانعكاسات الحاله النفسيه والمزاجيه والمود العام على اداء اللعيبه طب لما احنا كلنا متفقين للدرجه دي على اهميه وجود مدرب او مسؤول نفسي يعني نفسي طب ليه ده مش متحقق في اغلب الفرق كان عندنا لغايه 2011 مع مانويل بس بعد كده اختفى يعني
بس انا افضل ان يكون رياضي اساسا يكون ودارس طب يعني. أوكي. رياضي ودارس طب نفسي حتى لو دي مش ليه مش موجود برضه. طب ما احنا طب ما حضرتك قلت فكره يعني طرحت موضوع مهم. طب ما احنا نجهز احنا النادي الاهلي انا شايف واحد يعني بيعتزل الكوره وخلاص ما تخليه يعني يتجه للطب النفسي ويطلعه بره دراسات واعمل كوادر ودورات واعمل كوادر بحيث المشكله ياخد خبرات في قطاع الناشئين بعد كده ينضم للفريق الاول. طب وليه اللفه دي ما نجيبها اخصائي نفسي على طول يعني حضرتك ليه مش شايف ان ده ممكن يساعد؟ لا انا شايف لو طبيب نفسي هيخش في المجال الرياضي يعني نجاحه متوقف على حاجات كتيره انما هو لو رياضي اساسا هيقدر يفضل طبيعه اللاعب وايه المواقف اللي بيقابلها بيواجهها برضو دي هتبقى عنده خبرات فيها مع الدراسه الاكاديميه نجاح. هي كل حاجه دايما عايزه خبره وعايزه دراسه اكاديميه. طب لو رجعنا لو سنين يا كابتن محمود تمام لو رجعنا بحضرتك وقت حضراتكم بقى لما كنتوا بتلعبوا الجيل برضو ده ما كانش فيه اخصائي نفسي بس انتوا طبعا ازاي كنتوا بقى بتواجهوا يعني ازاي كنتوا بتتعاملوا يعني نفسيا كلنا بنتعرض لفترات ضغوط وزي ما احنا شفنا برضو ممكن تكون بتلعب قسم قوي جدا فتبقى في الملعب مش قلقان بس ممكن تبقى في الملعب مركز اي متحفز الى حد كبير بتحاول انت تدافع بشكل اكتر ما بتهاجم خلينا نعرف من حضرتك وخصوصا ان حضرتك بتربط لجيل وكنت عضو يعني احد افراد جيل كل الماتشات اللي كنتوا بتلعبوها كلها اقوى من بعض كل الفرق المنافسه اقوى من بعض وخصوصا افريقيا طبعا لان الاحتراف ما كانش مفتوح انت بتروح تلعب كوتوكو في غانا منتخب غانا يعني بالتالي بقى فعلا على الراي ده وانتوا كنتوا بتتصرفوا ازاي في النقطه دي لا هو الجيل ده كان بيميز الحقيقه كلهم شخص فيهم سمات القياده مش الكابتن بس كله دي حاجه يعني تحمل المسؤوليه والشخصيه والالتزام بدايه من يعني كابتن ثابت وكابتن كرامي وبعد كده انضم الكابتن جيلنا بقى الكابتن شوبير وبقيه العناصر وكابتن مصطفى عبده وكابتن الخطيب مش عايز انسى حد الحقيقه كلهم يعني يتميزوا بشخصيات قياديه الحقيقه اتعلمنا منهم وساعدونا واحنا كنا محظوظين حقيقه ان احنا قابلنا الجيل ده يعني ما فيش شك جيل بتلاقيه مثلا لعيب بقى له 15 سنه بيلعب بره واللي حضر حضراتكم في الجيل ده وكان بيتفرج على ماتشاتكم هو كمان كان محظوظ لانه كان بيتفرج على كوره بالمعنى الحرفي بالظبط يعني مش تحيز للجيل بتاعي بس انا شايف ان الجيل زي ما حضرتك قلت النقطه ديت التنافس كان اقوى حتى الانديه على المستوى المحلي كان التنافس اقوى يعني صحيح. ما كانش فيه احتراف والعنصر المادي دخل وان انا اروح اجيب احسن اثنين لعيبه في الاتحاد واحسن ثلاثه اربعه في المحله وبتاع والفرقه تفضى والتنافس يبقى بين فرقتين بس انما لا الدوري كله كان فيه تنافس احنا كنا بنروح تلعب الماتش المصري بورسعيد مثلا التعادل بالنسبه لنا ده تحقيق هدف المحله بره المنصوره بره يعني كل الماتشات كان فيها تنافس وفيها قوه فتره الهوايه او الهوايه اعتقد التنافس كان فيها اكبر بشكل كبير طب احكي لنا كده يا كابتن محمود عايزين نرجع مع حضرتك تستغل الكام دقيقه اللي فاضلين لما كان بيبقى فيه مباراه مثلا وفيها ضغط نفسي على اللعيبه كلهم او على الفريق ازاي كنتوا بتشجعوا بعض ازاي كان المدير الفني وقتها بيتكلم معاكم يعني خلينا نعرف كان زمان الفتره دي ازاي كان الموضوع او الكواليس يعني بقول ان احنا جيل كنا جيل محظوظ ان احنا انضمنا للاسماء الكبيره ديت الجيل اللي سبقنا برضو المدربين اللي تواجدوا في الفترة دي كانوا محظوظين. مجموعة هايلة. طبعا وفي كده في الدنيا مستوى مستوى فني والتزام وروح وتعاون يعني ايه الاجواء دي؟ يعني وده اللي بيحصل ان يعني الفترات اللي بينتقل فيها المدرب من النادي الاهلي واحنا نادي تاني طبعا مش هيحقق اللي حققه مع النادي الاهلي. بالمناسبة دكتور محمود اصعب ماتش مر على حضرتك في مشوارك الكروي، ماتش اللي ما تنساهوش ابدا. احنا 84 فاينل افريقيا كنا كسبنا هنا 1-0 كنتوا بتلعبوا مين؟ يوندي كانوا هم جابوا جول وحسيت الماتش هيبقى صعب جدا اتعبى النتيجه 1-1 لو جابوا جول خسرنا البطوله فوجئنا يمكن بعد ما احرزوا الهدف هم اللي بقى في تراجع حتى عايزين الوقت يخلص في رهبه منك يعني هم حتى هم فايزين بقت 1-1 خد بالك انا بكلمك 84 دول تقريبا الكاميرون كانت بتلعب 82 كاس العالم في 6-7 من لعبوا كاس العالم على ما اتذكر ابيجا مش عارف كوندي جم يلعبوكوا
في 7-8 من لعبوا كاس العالم اساسيين بيلعبوا ضدنا، ورغم ذلك انا بوريك يعني احيانا انت بتشعر مش حاسس بقيمه نفسك. هو المنافس بيبص لك ان انت كبير قوي، انت بتبص لنفسك انت بس دي افضل، انا شايف دي افضل عشان دايما عندك تواضع وانك دايما محضر نفسك، تشتغل على نفسك اكتر بالظبط، انك مش ده هدف، لا يعني احنا لازم نجتهد اكتر ولازم اصرار اكتر و وابتدوا هم ضيعوا في اخر ربع ساعه تقريبا، هم ضيعوا ربع ساعه واحنا قلنا الحمد لله خلاص بقى يعني نوصل ضربات، والحمد لله كسبنا البطوله بضربات الجزاء، بس توقيت احراز الهدف ده احنا قلنا هنخسر يعني، فربنا ستر يعني. جميل الحمد لله جميل وفقره جميله والحلقه كده خلصت خلاص كابتن محمود، بس نورتنا وكده كده احنا تغطيتنا اكيد مستمره بحضراتكم النهارده على قناه الاهلي، وبكره احنا مكملين برضو هذا الملف، وان شاء الله بكره تكون مباراه قويه وباذن الله الفوز يكون اهلاوي زي ما معودنا دايما، بس اكيد عايزين نشوف كوره حلوه ده المهم طبعا. ان شاء الله نورتنا كابتن محمود، وان شاء الله يعني مستنيين مقابله جديده مع حضرتك مره ثانيه باذن الله. ربنا يخليك، ده شرف لينا احنا، وبنشكر اكيد كل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقه النهارده، بكره باذن الرحمن قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.